بغيت نقول واحد الحاجه اللي كضرني بزاف وكتجرحني حتى في خاطري. القضيه ديال اليوتيوب والانستغرام وفيسبوك كنلقى سميه وتصاوري، وانا ماشي انا هي هذيك، يعني فوكونت. بغيت غير نقول لكم بلي عندي فيسبوك واحد في نادي المكاوي، والانستغرام عندي مولة العصير واحد، وعندي في اليوتيوب مولة الليمون، شي حاجه اخرى ما كايناش. وكنتمنى انكم تتابعوني وديروا ابوني في لاشين اليوتيوب ديالي. كنتمنى من الناس اللي كيعرفوني كاملين انهم يتابوناو عندي في لاشين. كيف ما شفت بزاف ديال لي كومونتير في التواصل مواقع التواصل الاجتماعي، لقيتهم باللي قالوا لي ديري لاشين ديالك وحنا غندعموك. وكنتمنى انهم يدعموني بابوني باش يشوفوا يوميات ديالي، واخا انا بعيد عليا هذا الشيء، ومي كنتمنى نكون عند حسن الظن وندير يومية ديالي انا بحالي بحال جميع الناس، وبعض النصائح اللي تقدر تفيدكم وتفيدني حتى انا، ونصائح تعطيوها لي مرحبا، وتقبل الاراء الجميع. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد ان تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية او علامة تجارية وتريد ان تروج لها؟ هل لديك اعلان، اشهار لسلع، الات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. Thank you.